هاي طلع شكل الفكة من هون، الفكة هاي بطلعها من هون، هاي الفكة هاي شايف شو عملي، وبترجع بتشيل هاي تحطها هاي من هون وبتركبها تمام على الشكل هذا. واللي بس انت بقى شيء ما عم تلبسها هيك على يعني مبينة تلبسها على من هون هيك، حطها على راسك. ايوه حطها حطها ايوه تمام هيك هاي تمام هاي بحيث اذا جا شفت شيء ما هو صاير في الجو مباشرة تلبسها. انت رايك شلون؟ بس بعد اذنك اشو اشرحنا ايش عم بتسوي، اشو ليش هاي الكمامات؟ والله يعني الاخبار كلها عم تجي من مناطق حولنا انه عم في ضرب للكيماوي، يعني عم نشوف اشياء اشخاص مشوهين واشخاص يعني وجوههم واجسامهم ما هي مضبوطه، يعني هاي واقع. هذا يعني شلون احنا من يعني عم نوزع هاي شو اسمه هاول الجزيم مشان ايش؟ مشان القايمة الكيماوي. يعني في عندكم معركة قريبة ان شاء الله؟ في عندنا ان شاء الله معركة قريبة ان شاء الله، وان شاء الله احنا يعني هذا الاجهزة مشان الموضوع هذا ان شاء الله بالسلامة.